إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، يقول رب العالمين في كتابه الكريم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب. ومن هذه المتاعب والمصائب التي تأتي عليه أن يضيق صدره، والإنسان بقلبه، فإذا ضاق عليه صدره أظلمت الحياة في وجهه، ربما بكى ونحب وانقطع عن الطعام والشراب وأصيب بالعرق والإعياء، ربما لا يرغب أن يبقى في مكانه وإنما ينتقل إلى مكان آخر، هذا إذا ضاق صدره. والقلب إما أن يكون من أفسح شيء في هذه الحياة الدنيا، وإما أن يكون أضيق من ثقب الإبرة. ولهذا امتن الله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن شرح صدره. قال الله: ألم نشرح لك صدرك؟ هذا استفهام تقريري، فقد شرح الله صدره ووسعه كما وسع شريعته، فصدره واسع وشريعته واسعة، لا ضيق في صدره ولا حرج، وكذلك لا ضيق في شريعته ولا حرج، فصدره واسع كاتساع شريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم نشرح لك صدرك؟ الشرح هو الاتساع، ولهذا يقال شرح الأستاذ الدرس، أي وسعه وفهمه ووضحه وأجلى وأظهر المعاني
الخافية أو الخفية. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شق صدره مرتين، مرة قبل البعثة ومرة بعد البعثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما كان عند حليمة السعدية نزل جبريل عليه السلام وشق صدره، فلما شق صدره أخرج من قلبه مثل العلقة وهي حظ الشيطان، ولما أسري به أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى زمزم فغسل قلبه بماء زمزم ووضع فيه الثلج وملئ حكمة وإيمانا. الشاهد أن الله جل وعلا أخرج حظ الشيطان من قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أجل ذلك دعا إلى الله وقام بأمر الله خير قيام، لم يقم أحد من الخلق كما قام به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يوجد أن قلبا من قلوب العالمين هو أوسع من قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الأنبياء، موسى عليه السلام لما أمره الله تبارك وتعالى أن يأتي فرعون وأن يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، قال الله له، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. انظروا، هذه الأربع الكلمات التي دعا بها موسى عليه الصلاة والسلام. بدأ بدعوة أن يشرح الله صدره، رب اشرح لي صدري، لأنه أعظم عون على الدعوة إلى الله وعلى الدخول على الجبابرة والكبابرة أن ينشرح الصدر، لأن الصدر إذا ضاق انعقد اللسان. قال موسى ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. فدعا موسى عليه الصلاة والسلام أن يشرح الله صدره، وقد أجاب الله دعوته وأجاب الله تبارك وتعالى سؤله. وهذه هي مقومات الداعي إلى الله، أن يشرح الله صدره وأن ييسر له أمره وأن يعطيه البيان والبلاغة وأن يجعل له من يعينه. فبدأ بأعظم معين وهي انشراح الصدر. إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء أراد أن يصل إلى الطمأنينة، يقول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك
ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك السعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال الله له: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، من أجل أن ينشرح وأن يتسع وأن يستعد أكثر، لأنه أراد أن يشاهد بعينيه وأن يصل إلى عين اليقين عليه الصلاة والسلام. وهكذا الحواريون من أتباع عيسى عليه السلام قالوا لعيسى عليه السلام إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الآية الشاهد: وتطمئن قلوبنا. وهكذا أنزل الله السكينة على بعض أنبياء بني إسرائيل، أنزل الله عليهم السكينة. قال رب العالمين وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. الشاهد: فيه سكينة. إذن السكينة والطمأنينة والانشراح فيما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وانظروا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنزل الله السكينة على قلبه والهدوء والانشراح. قال الله جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. السكينة نزلت على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلكم الموطن، إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وحصل لبعضهم ما حصل، إلا أن السكينة نزلت على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله. وقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انظروا إلى هذا الموقف: لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخرج من مكة شرفه الله ومعه صاحبه وصديقه أبو بكر والمشركون فوق رسول الله، وإذا بأبي بكر يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فأنزل الله السكينة عليه وعلى صاحبه، على رسول الله وعلى صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. الله جل وعلا أنزل السكينة في قلوب الصحابة، ولهذا قبلوا الدين وحملوه ونشروه
في أرجاء المعمورة، لأن الله أنزل السكينة عليهم. قال رب العالمين تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، فأنزل الله السكينة في قلوبهم. وهكذا يقول رب العالمين: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فنزلت السكينة في أعظم المواقف وفي أحلك وأشد الأمور، أحيانا في مواقف كبرى كما في صلح الحديبية. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. يا معاشر المسلمين، في غزوة بدر لما التقى النبي مع عدد قليل من أصحابه والمشركون في عدد كبير، ما الذي حصل لأصحاب رسول الله؟ أنزل الله عليهم السكينة. قال ربنا: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قال: ولتطمئن قلوبكم، فالطمأنينة والسكينة وانشراح الصدر يكون من ربنا تبارك وتعالى. أقول ما قلت وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، من أراد الله له الهداية وسع صدره وسع قلبه، وهو التوسيع المعنوي للحسي، فإذا أراد الله هداية إنسان شرح صدره. قال رب العالمين: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فسبحان الله، انظر إلى نفسك، إذا اتسع قلبك وفرح بكلام الله وبكلام رسول الله ورضي بذلك، فاعلم أن الله أراد بك خيرا. وإذا ضاق وأصيب بالحرج فاعلم أنك على خطر كبير جدا. ولهذا قال الله في كتابه الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك،
ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. إلا أبدله الله، إلا أبدله الله جل وعلا بحسنه فرحا. انظروا إلى هذا الحديث، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. إن الربيع إذا جاء ونزل المطر على الأرض إنها تخضر، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهكذا القرآن إذا جاء على القلب، معاشر المسلمين، كان رسول الله يضيق صدره، لكن من ماذا؟ من عدم استجابة القوم له، ومن عدم إيمانهم وإسلامهم لله تبارك وتعالى. قال رب العالمين: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هنالك أسباب لانشراح الصدر، من أعظمها التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى. ويدل على ذلك الآية التي سمعناها: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وهكذا من أعظمها كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أن يزيل المسلم من قلبه الدغل، الحقد والحسد والكبر، وأن يصفي قلبه، لأنه إذا صفى قلبه انشرح. ما هنالك أوساخ وما هنالك قاذورات، لأن القلب هو محل لكلام الله. قال الله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أحيانا من الناس من يأكل الهم والغم والضيق صدره ويأكل قلبه، ماذا يعمل؟ أنب إلى الله وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى. لأن النفس لا نعيم لها ولا سرور لها ولا انشراح لها إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. أحيانا القلب يطير، وفي كل يوم هو في كل واد، بل ربما في كل ساعة له اتجاه معين، فيلزم بطاعة الله. فالقلوب تسكن وتنشرح بطاعة ربنا وبذكره سبحانه. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فهي تطمئن بذكر الله. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. فكان يدعو بهذا الدعاء، ومن دعا بهذا الدعاء وذكر الله بهذا الذكر انشرح صدره. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع ما نزل بالمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع ما نزل بالمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.
اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم أشغله في نفسه، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، اللهم اجعله عظة وعبرة وآية. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا ودولة اليهود، اللهم اجعلها وأموالها غنيمة للإسلام والمسلمين، والحمد لله.